مش هذا قول له قول له طبيعي هو ماو يا ولد، ماو ماو جارب يا ولد جارب. تو انا الناس فان ون بيس خلاص، انا فان ون بيس خلاص من اليوم رايح الزوج. هاي يا نيامي، اذا انتم جديد هني او طلعت لكم بالاكسبلورر او بالريكومنديشن حياكم، لا تنسون انكم تتابعوني وتضغطون على زر الاشتراك وجرس التنبيه وتابعوني بكل القنوات الثانيه، وهذا لانه وايد راح يساعدني. وهنكس ما يتابع ون بيس ناروتو؟ لا يتابع، ايش فيك؟ يتابع سبويلر ما تبي؟ انا مو نفسه، انا محايد. تابع سبويلر يلا 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 عادي. انا محايد ما لي شغل بشيء، بس برزرك يلا سوف سوف يلا حطيت الصفحه شنو نطلع تاخير 5 ثانيه. اي صح صح تصدق. اي نسيت نسيت، ذكرني ذكرني ذكرني. انت ايش فيك انت؟ انت انت المودريتر. انا مودريتر. شنو هذا ديسكورد مود؟ خلاص سوبت. اي صح ديسكورد مود. كلا سويت سويت كلاني كلاني. متحمس على اللايف يا جماعه، من اليمين لليسار لا تضيعوا. عيد عيدان عيدان. ها عزيز عزيز تفضلك عزيز. وكان دا يختار اذا قريت بالغلط عادي. ها طوفوا يلا يلا خوش كمل. في مغر البحريه السابق الدرس الاول. مغر شنو؟ لا لا ما كشف كمل صح كمل. لا تستعيل لا تستعيل. ايه بسر بسر خل خل هذا الماضي. اوكي هذا فلاش باك. ها الدرس الاول، هناك طفل ورجل عجوز اوكي عجزوا عن هروب من جزيره مليئه بالوحوش الشرسه. تخيلوا انفسكم حاليا على متن قارب وهو السبيل الوحيد للهروب التسع شخصين فقط. ما استنقذونه في هذه الحالة؟ أوكي؟ أوكي 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 تنزل من القارب. أوكي قاعد أعلمهم وأنقذ حياة العجوز والطفل. خطأ يا لك من غبي. ماذا؟ يجب أن تتخلى تتخلى عن رجل العجوز الذي لم يتبقى من عمره الكثير. الله. انتظر يا نائب الأدميرال القارب، أصبحتم جميعا جنود البحرية لحماية ماذا بالضبط؟ أوكي؟ اوكي اوكي حماية مستقبل الناس أليس كذلك؟ في هذه الحالة أنت لديك كثير من المستقبل تعيش عمر أطول من مجرد العجوز. إذا عليك أن تختار نفسك والطفل. والله طقت والله قوي خاسي طقتها طقتها. لا اضغط على الشاشة نفس اوكي تحت. اي بس تحت. اي اي قاعد اقول انا شو صار سريم باك. لحظة انزل تحت انزل تحت متنزل تحت. اي تحت 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 تحت. اي اي كا يلا اوكي. قبل بضعة اسابيع في جزيرة نساء بامازون ليلي، نائب الادميرال لا يمكن الاكتفاء بالوقوف هنا بينما يتم اسر فاقنا. لا يمكننا التحرك بدون اخذ اذن من القيادة العليا. نتعامل مع احد اعضاء اليونيكو هنا. تعيدونا إذا تم نقل إلى جزيرة قارة المسعى ما يسافرون بنا. أوكي أوكي هذا جزيرة ال أولا أولا ضياء. إيه هذا مية مية خلا كوبي. إيه حسنا أيس هذا الكابتن كوبي شحمه ولحمه. ما الأمر؟ هل أنت هنا لبدء حرب شاملة ضدنا؟ الكابتن كوبي أنه عضو في منظمة السرد يا سيدي. أوكي في أحد وراء. هل استفرج عن 800 جندي من البحرية؟ أوكي والسفينة الحربية التي تحاول أسرها معك. إيه إذا سلمت نفسي بدلاً منهم كابتن كوبي، هل تقوم بهذا من أجلنا؟ الله ها ها يبدو أنك تبالغ في تقدير نفسك أليس كذلك؟ الله في الوقت الحالي في قرية النحل جزيرة القراصنة. واه تلك اليد. أوكي رجعنا خرجتوا من جزيرة. إيه توردنا الله الله هجمات هجمات مدفعين لا تعمل ضد هذا الشيء. لا نستطيع حتى خدش مما أطلقنا. لا فائدة لا يمكن الهروب من هذا الشيء. قل له على السفينة على طول. طالع تعدوا لترك السفينة. هيا جميعا تجمعوا عند مقدة السفينة. احموا المدنيين. نعم سيدتي. يا لها من قوة. الله شن صار. اوكي الحين داخل جزيرة قراصنة او طايح. اذا سقطت يد هذه ضخمة كهذه عليهم سيموت المئات من جنود المدنيين. نعم لدبر القارب ماذا نفعل؟ اوكي هذا تشوفه شكله قرصان بعد. اي اي انتم يمكنكم انقاذهم. ماذا سمعوا الي سافتح طريق لكم. اوف خسي كابتن كوبي اريدك ان تقوم بتفجير وتكسير يد الوحش هذه. ماذا لا اعتقد اني استطيع فعلها. رايت كم هو ضخم عميد البحريه
جروس احمي السفينه من اي حطام ساقط على ساقط سوف يسبب هجومنا، اوكي؟ وانت مو لازم الاول هلمبو، لا تدعي شخص يقف في طريقهم، اوكي؟ عرفنا هذا البرنس خاسي والله. شوف النكسه انت ما قاعد ما لا 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 لازم ما اعرف اذا كنا قادرين دائما تاخذ قراراتكم في في لحظه لا مجال ترد هنا، اوكي؟ طال انطلقوا كلهم طاروا خاسي هذول فعلتهم. انظروا انظروا كوبي ورفاقه بدوا بالهجوم، لا يهم بدون قارب لا يمكنهم فعل شيء، يسمونه البطله كانوا مجرد شقيط طائش. خذوا كوبي سوف نقلهم جميعا في البحر، اوكي؟ اوكي انزل، اوكي. قال لك قارب انت فجر، هل معك قنبله او شيء من هذا القبيل فعل هذا؟ انا لا امتلك اي سلاح ولكن اوكي يجب علي فقط ان اجد حل. لما اوكي لازم ندور حل، تجهل ما هذا الشيء كبير ما يكفينا سخسفينا حربية بضربة واحدة، اوكي هالحين بين التدريب شنو صار. خسي خسي لن تهرب منا يا كوبي، يا لقد وجدونا، لا تجعل احد يخف بطريق خسي ما يخلي احد يولعب، يجب ان اصده واكسب الوقت لهم. لا لهم وابوف انا بسان، لا تضرور كوبي ويحاول صدها. قارب سان إلى أين تعتقد بالضبط أنك ذاهب؟ قوت قطرات الدماء. أوكي هذا موجود أم كوزان خاصة وأنت مصاب بهذا الجروح شديدة، هذا مجرد خدش خاسس. هذا كوزان دونه أوه، وأنا الذي كنت قلقا عليك طلع، هذا يثبت ما زلت ساذج. شو يلا أوف أوه كوزان سان هذا حبيبي شوف السرعة والله مو واضح هذا هاكي ولا شيء. بسألكم سؤال، يعني انتوا ولا لاقين لحظة صعد 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 ولا لاقين الشابتر هذا ليش كذي ملون؟ في ملون وفي فاهم فاهم ايه خلاص خلاص والمسربة توقع ملونينه. مشكلة ما اوكي ايه او كوزان سان نيا لماذا قرب قادم باتجاهي والله قوي صاعد جزيرة قام المجرة والله حبيت المجرات شنو هذا المجرات سواه والله سواه والله والله ايش صار مزار سام والله انظر لا هو قال لك ترى اي شيء يتعور صح ترى احنا المفروض نقرا تحت على اليمين ما نزلت يمين 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 انزل 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 شوي لا ايوه هذه اللي على اليمين على العين لازم نقرا يمين وبعدين نقرا يسار يسار لا تهتم بالمسافة فعله بتلك السفينه تغير شيء اذا هجم اذا هجمت يعني يقول له هذا بيزار يقول حق قارب عشان قارب يصعد له بعدين طق ايه بيزار سان شو طقه يعني يقول له انت ما راح تسوي شيء يلا شوف طلعت له غيول وايد ثانيه ايه يا جزيره اي بس كانت مخفي كانوا مخفيين هذا بلك موحده طاح كسوف يوم هذا هذا طريق قلع قرب نص ليكون بي بلاك فيلد سيفتحوا لنا قد رفع الذراع بالفعل ما زال يريد تدمير السفينه ما راح تفعل كوبي هم الحين مكمل ترتقي حتى تكون على مستوى توقعاتك شنو صاعد قاعد يمشي على الهواء لا 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 انزل انزل شوي لا لا بس بلا تقرا يسار راشد ولا شيء صح يسار تقرا صح. يسار صاعد صاعد يا ايها والله هل تعتقد انه هذا سيفقني يا قارب لا الان ترى ما يحدث عندما تجعلني اغضب اوكي يا هلم يا هلمبو ان كوبي ان كوبي تحسن بسرعه كبيره مؤخرا ولكن لماذا يبدو مصاب دائما بجروح دائما ما يلف وما تحول يدي الحين هذا هلمبو قاعد يتذكر كلام قارب هو طايح هلمبو يقول يلف الكوبي دائما يلف بيده بضمادات شكله يطق هنا هناك انه كوبي هل يعتقد بجدية انه استطيق ايقاف الكيد العملاقة يا يبدو ان لقب بطل جعله متغطرس من ذلك الشقي شنو قاعد يمشي على الهواء مو واضح في شيء واضح هو هني هو هني اتوقع هذا تقول سيدي عرفها اللي تقول ايه 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 نفس ايه اتوقع صغير ايه مصابا بجروح تقصد يديه وكتفيه ليس كذلك اوكي لقد اخبرنا ان ابقي الامر سرا ولكن ان كوبي
مجرد شخص عادي يمتلك أي مواهب قتالية فريدة، لذلك فإن العمل بالدية لعشرة أضعاف لا يكفي ليصل مستوى غيره، بل عليه أن يضعم يعمل جدية بما ضعف أو 200 ضعف الأشخاص الآخرين. أوكي انزل. يجب إيه يجب أن أستمر في التدريب ولا في ناس تطيح حماية أي شخص، لن أكون قادر على أصبح جندية بحرية رائعة أو شيء من هذا يعني. أوش. أنا مصدوم. أوش شنو أوش؟ أوش. سكت يعني؟ أوش. أوش. كيف شجع نفسه؟ المهم. أنا مصدوم. أنا مصدوم أن تخبرني إنه بعد تدريب الخاص ويقوم بمزيد تدريبات، يعني هو قاعد يدرب خاص وقاعد يدرب زيادة بروحه. قاعد يدرب روحه زيادة. نعم في كل ليلة هو. أوش. راح يا كوبي أوكي. كل شيء قاعد يعني يستمر تدريب قصده. يذهب ويدرب عليكم. عرفت كم أوكي. يدرب. يبدأ بنزيف عشان شيء يربط إيده. أوكي فوق يسار فوق يسار. فوق يسار أوكي قاعد يضحك قارب. نيها مقارنة بهذا اليد العملاق أنت مجرد نملة صغيرة أوكي هذا إيد. خسر. إيدك كبيرة. الحين نقرأ كله السطر. لا تقترب كثيرا منه يا كوبي سيمبا إنه خطير. يا شاهد فقط بأن أغرق هذه السفينة سوف تسمع صوت صراخ رفاقكم بحرية وموتون. هذا يقول بيزارو يقول حتى لو حاول القفز من السفينة سوف تجد أن أوكيجي يقوم أوكيجي بتجميد البحر. أولا أنت مستعين فيها يا رفاق. علينا الهروب حروب بعيدا كابتن كوبي. علينا فقط الهرب بعيدا لا يوجد شيء يمكن القيام به هنا. كوبي يا ها علي اختراقه علي اختراقه اذا لم استطع فعل هذا سيموتون جميعا كله بسبب انا. شنو عندك ملكي شوفي ايش انزل تحت بيده في شنو هذا لا 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 والله اون سيتي اون سيتي ما اخذ ضربات قارب خاسي ستيمبك بس مغير هذا مؤلم بيزار السماء اونستي اونستي يعني الحقيقة مثل اونستي اونستي تأثير الصراع كاتب كام بعد ترجمة ايه بيزار السماء ولك صار فيه هذا خلاص انتهى هذا بيزارو نزل تحت كوبي كان كوبي اندرخ الحين لازم نقرأ العلمين كلها ها العلمين علمين كلها العلمين كوبي سيمباي انت مدهش الكابتن كوبي هذا مدهش انظروا ماذا عن هذا الحطام الذي يسقط علينا كلهم قاعد يطيح حطام شوي بوهاهاها كوبي قاب قاعد يضحك كان هذا يصدق انزل ايه لا تكن تخفي قوتك اخي طول هذا الوقت كلاي ويب اوكي الحين هذا سوى الطين مو قال له قاب صح عشان يوقف هذا الكلي من الطايح كوبي صح العيمين تحت اللي اي هذا كوبي اي كوبي شوف السكارف اوكي فوق عيسارة توقع يطيح على نفس هذا كوبي لقد فعلتها اوكي خذها هذا يخيسي لقد استطعت فعلها حقا اوكي سكروا عليهم طاح حطهم كله نعم كان هذا ذراع بحجم الجبل وانت استطعت تفجيرها لقطع صغيرة وبرنس كروس انقذنا مستنسين هذولي انتر الان نحن نحتاج فقط ان نبدا من قلب الصور هنا حتى تمكن المغادره شكرا لك كوبي اوه هيبارستان اسعد منك بخير كابتن كوبي شكرا جزيلا انا قارب تم انجاز مهمه انقاذ كوبي ذاك صحيح ولكن يجب عليك العوده الى هنا بسرعه وقت والحين انتر وي ليكون الحين كوبي نظام صار بدل قارب الحين نهي سوالف قارب عشان صار قوي انزل انزل هذا واضحه خنشوف لا انا ما اتوقع هذه مرسومه عادي بس مرسومه اوكي نفسها صح لا 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 لا, لا يا حبيبي اصعد شنو صعد جميعا من جميع من على متن السفينه انسحبوا الان وابتدا عن جهاز القاصنه ماذا سجد طريقا ما الاتباع بنفسي سامتكم هي ما يهم هذا يقول لهم قارب وقاعد يقول لهم بالخط المربع الاحمر ايه بس هذا صحيح برنس عين نعود ننقذه نجاح مثل اللي حقناها اليوم هي طعنة وفوز لنا ضد القراصنة وتدين لهم لذلك امضوا قدما الى الامام اوكي الحين تحت اليمين بعدين اقرا فوق على اليسار فانتم جميعا تمثلون اوف شوف صاير هذا طايح بالنص هذا قاف اوف دخل باطنه
اي تحت على اليمين بعدين فوق يسار ها اغلاق الخط واه يضحك الكلب يضحك ايه يضحك ويبكي مشون مثلج مثلج دموعه مثلج مثلج فوق يسار في اليوم التالي في اليوم التالي سوف ينتشر في الصحف تقرير عن انقاذ البطل الصغير الكابتن كوبي واحتفال البطل الاسطوري نائب الادميرال غارب في زر طاسنه مصيره المجهول وايضا حادثه الايج هيد جزيره مستقبل محاصره اليوروك وبعد قش لوفي اصبح معروف في العالم اجمع الى جزيره المستقبل ها إيه؟ بس الحين رجعنا اوف بريك اسمع جاي ما في لا لا تكفى تدريب مسوي نفس التدريب مال غارب و والله والله حرام يعني هو ليش وراك الشابتر الطاف ان كوبي تبن عرفت بس ما ادري هل مات لا بس والله حيوان كوزان والله حيوان ايه شلون كذي كوزان الحين لا يقول كوزان بعد شوف كوزان خلي خط متعمد ما سكره بس أمن يعني أنت تشوف شوف ما تذكرها إلا مخلص الكلام قال إيه بس يعني نظام حتى بس شنو طقة أو الأخير شنو إغلاق الخط شنو قصده بإغلاق الخط بفهم كان قاعد يستخدم تليفون قارب عرفت هذا الحلزون يعني إيه؟ يوم خلص خطاب سكره أو كذي أوكي خلاهم يسمعون كلامك كله بس حاط لك الفرق بينهم للحين ان كوبي اول ما سوى الضربه تقدر تقول عليه طاح خلاص ما يقدر حده واحده بس طقه هاكي ملكي سوى شنو هذا من فجاه الضربه اللي هاكي ملكي والله 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 تكفى يعني ترى بس شلون عنده هاكي ملكي شلون فجاه يمكن الملك يقول لك اللي هو مثل يعني إذا عندك إرادة ملوك شيء تصير. إنه قال لك أنا بصير مسؤول بحرية هذا هدف ماله. والله والله حرام. سانجي ما عنده ملكي. خل سانجي كيد. كيد ما عنده كيد ما. كيد هذاك من غدا من البحر شوف هذاك كان غرقان ترى الشابتر اللي طاف. ال إيش يسمونه هذا السفينة سان جون. تعمد إنه خلى في وقت يمر عرفت. اي يعني واضح انه لا انه شوي انحاشوا عرفت وقاعد يكلمهم فهمتك فهمتك اخو الذين اشوف شريو جزار شلون ارجع اصلا شوف شريو الكلب انطق مرتين وما صار في شيء نفس الطق يوريك انه مو حيل قوي انا انطق مرتين بيزار وما طاح ما قلت عليه بس الجزيره طقوا الجزيره ما طقوه اي بس لا بس هو داخل هو تعور بس مو نفس لما نفس هذا شو اسمه عرفت بيك أدري طقوه بهاكي ملكي مرتين أنا هذا المستغرب ولك والله حرام والله حرام بس يخسر اللقطة خسر اللقطة والله نعم شلون شيري واقف ولك تحس ناطري بيض قص راسه يا عمي شيري خواف يختفي ويطعم الأشرار كلهم كذي الأشرار لو تلاحظ كلهم كذي ترى مستغل قارب كلهم قاعدين بعض لازم طيب ما في لا مواجهه يعني واحد ولا شيء يقولون انه حيل قوي فاكيد ما راح بيستغلون يغشونه من ورا كوزن الحين بلاك بيردي حبيب مستانس ما تتوقع مات مات لا ادري يا اخي مشكله ما ادري يمكن عادي ترى ما مات عادي يقول لك ما مات لا ما يعني منو يطلع من مات يعني ما ادري بس شنو دور القصه وشنو هذا دور القصه يا اخي راشد هني وراك انه شنو احس انها دور القصه يعني وراك انه تدريبه صار خلاص زين وعرفت نوعا ما صح ايه يعني خلاص درب كوبي وسوى اللي يبي عرفت وراك سالفته مع كوزان اي وراك سالفته مع كوزان وراك سالفته قصته مع كوزان فلاش باك كله بس بقى يعني مع لوفي ودراغون ما ادري لوفي ورانا فلاش باك قبل معاه بس ما شفنا وايد دراجون يعني الوحيد دراجون اكيد بيطلع بوقت لما دراجون يطلع والله شيء صدق ضيق الخلق كوزانا
كوزان الكلب. ما هو كوزن كوزن ما هو كوزن كوزان. قال لكم ما هو زين. قال لكم شخص مفضل أوكيجي. قال لكم القصة قبل أن طالع عرفت. شكل ما هو طالع الصورة هاي تصدق. أنا كان يدري يعني ها. يا حبيبي والله العظيم صدمة. يا الله يلا بس الحين يرجع لك الجهد تكفى طول عاد ما ندري لوفي ايش راح يصير. يقول لك الحصار اللي جب كاتب الحصار ها حصار ال صار مثل حصار عليهم بس هم بعد يعني لا تنسى ان اوكيجي ما غطى البحر او ثلج البحر عشان لا ينحشون. يا حبيبي وين كان نسيت قاعد يقاتلون ما ادري عاد اتوقع على بدنا مين وايل قاعد يقاتلون ايه ما مو قالك ما اخلي احد يروح والله شوف انا قلتها اشوف اوكيجي ما قاعد تقاتل جديه متعمد تخلي من طلع مدخل ببطنه وذيك المره سكع بالارض هو الوحيد هو تقارب اي بس حط شنو حاط لك هو قبل شنو حاط لك حاط لك ان شنو ان مثل اللي قبل هذه لحظه اول قتال نفس الطقه ما حس شاد حيله ولا حتى سوى الايقاف ومخليه مكالمه لما يخلص كلامه سكر بس هم يعني لما هو شو اللي قاعد يسوي فاهم اللي قرصت بلاك بيرد اغبيه بلاك بيرد هو الذكي بس فمقزر عليهم انا هذا اللي اشوفه شوف مو مقزر عليهم لما شفنا الفلاش باك الا خلاص انه هو كان حاقد على البحريه وبيقلب عليهم هذا الواضح احنا وش حسبنا بيكون شنو بديش ويقلب علي على القراصنه ذا كبير وهذا بس طلع لا طلعوا يعني هو دعاه يعني بالاخير من طالع من اول قاعد بروحه قاعد يفكر بأكاينو يعني طلع واحد مهبول بس خصام أكاينو وحاقد عرفت ويشرب هذا الواضح بعد حطوا الفلاش باك قاعد يشرب وقاعد وعرفت وحاقد على كاينو وقال العادين خلاص صار ما يصار وصار معاهم خلاص نفسهم وشون كل واحد عنده هدف الواضح ان كل واحد عنده حلم تكفى يعني خمسة من اعضاء البلاك بيرد ضد قاب بروحه والله نام فيهم شنو خمسة ضد واحد خمسة ضد واحد تكفى اول واحد اوكيجي وسلاح اوكيجي اول شيء هذا هو كبير بعد يعني قوته قبل ايام روتر والله كلب 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 كوزان قلت يا اخي ما في يسمعني اي تشابتر بس وي تعال انطق الحين تقييم الفصل قارب من 10 لا لا والله كوبي كوبي حاطين صراحة بدع أكثر شيء في شابتر مش هذا ولا ما هو قارب يا ولد قارب تو الناس أنا فاهم ون بيش خلاص أنا فاهم ون بيش خلاص من اليوم رايح الزوج يلا عدنا أربعة يا شباب عدنا أربعة يمدين نلعب هانت تشيس من تشيس هانت مش اسمه كيفكم إذا تلعبون يلا